هاي يوهان سيباستيان باك، موسيقي ألماني عالمي متحدر من عائلة موسيقية نقلت العزف على الكمان عبر 7 أجيال متتالية. خسر باخ أهله وهو بعمر 10 سنين وتعلم من خيه العزف على الأورج، وبدأ بعدها بتعليم الأطفال بالكنيسة. تزوج باخ من قريبته وأنجب منها 7 أولاد، 2 منهم صاروا موسيقيين، وبعد وفاتها تزوج مرة تانية وأنجب 13 ولد. سنة 1708 ألف قطعته الشهيرة توكاتا، وبعدها بكم سنة حصل على خاتم من الألماز من أمير السويد فريدريك يلي انبهر بأدائه. كان إيمان باخ المسيحي كبير، وكان يضيف أحرف INJ على كل كتاباته يلي بتختصر إن نومني جيزو. مين قال إنه كل أعمال باخ تمت ضمن منطقة صغيرة بألمانيا، ورغم هيك هو فنان عالمي بيتدرس بمعهد الموسيقى؟ أنا قال. بشوفكم بكره.